Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir un modèle de contrôle informatique Microsoft Office Excel. بالنسبة سنرى يا أصدقاء اليوم نموذج امتحان مادة المعلومات للوجيسيال Microsoft Office Excel. هذا هو الامتحان في أسئلة متنوعة. نبدأ بقراءة الأسئلة وشرح الأسئلة. فكروا في الأجوبة وسأترك لكم تصحيح فيما بعد. لنبدأ الأسئلة. Exercice 1. Donnez la définition d'un tableur. Donnez 3 exemples des fonctions de Microsoft Excel. 3. Complétez les informations suivantes en utilisant les mots suivants. دوب سؤال الأول. Donnez la définition d'un tableur. نعطيو التعريف ديال التابلور بشكل عام. وفي السؤال الثاني. Donnez 3 exemples des fonctions de Microsoft Excel. يعني كاين بزاف دي فونكسيون في الاكسل. نعطيو 3 امثله ديال هاد لي فونكسيون. يعني الطريقه يعني باش كنحسبوا يعني كنستعملوا في الاكسل لي فونكسيون. عطوني 3 امثله ديال لي فونكسيون دون مايكروسوفت اكسل. سؤال 3. Complétez les informations suivantes en utilisant les mots suivants. Remplissage, enregistré, format, fichier, format cellule. نحاول نستعملوا هاد الكلمات باش نملؤوا بهم الفراغات. نبداو ب A pour changer la couleur de fond d'une cellule dans une feuille Excel. On clique sur quoi? Puis. يعني مثلا عندنا واحد لا cellule في الاكسل. لا cellule هي هذيك الخانه اللي كنكتبوا فيها, يعني التقاطع ديال واحد لا لين واحد لا كولون. يعني بغينا نبدلوا ليها اللون. الوغ فين غنمشيو؟ فين غنكليكيو؟ يعني الاولى, بوي الثانيه, بوي الثالثه. نمشيو السؤال ب pour sauvegarder un classeur Excel on clique sur puis. يعني بغيت نسجل واحد كلاسور اكسل, فين غنكليكي؟ يعني المرحله الاولى. من بعد فين غنمشي باش نكليكي المرحله الثانيه؟ تري بيان. نمشيو ليكزيرسيس 2. ليكزيرسيس 2 ريبوندي بار فري او فو, اجب بصحيح او خطا. Un tableur est un logiciel de traitement de son. Est-ce que c'est vrai ou faux? Pour effectuer la mise en page d'une feuille Excel, on clique sur Cellule puis Mise en page. Les colonnes dans une feuille Excel sont numérotées par des lettres. Une cellule est caractérisée par sa référence. Municipal tableur est un logiciel de traitement de son. Yani qui traite le son. La phrase 2. Pour effectuer la mise en page d'une feuille Excel, on clique sur cellule puis mise en page. C'est ça, on fait la mise en page, on peut la marge ou on peut l'entête, etc. يعني قبل ما نخرج الورقة. Alors, je clique sur la cellule puis mise en page. C'est ça, on fait ça. Nous la phrase 3. Les colonnes dans une feuille Excel sont numérotées par des lettres. يعني كما كتعرفوا ان Microsoft Office Excel هو كلاسور, وكلاسور فيه دي فاي, وكل فاي فيه ان تابلو. بالنسبه للتابلو كيتكون من لي كولون الى لين. بالنسبه لي كولون في الاكسل واش كيترقموا بلي زالفابي, يعني لتر بالحروف. صحيح ام خطا؟ واخر فراز ان سيلول كاركتيريزي بار سي ريفيرونس, باش كتميز لا سيلول بار لا ريفيرونس. اسكو سي فري او فو؟ تري بيان. نمشيو السؤال الموالي. Exercice 3. بالنسبة للإكزارسيس 3 كيما كتشوفو عندنا تابلو في الإكسل, ها لي كولون A B C D E, وعندنا لا لين من 1 2 جوسكا 8, وعندنا لا كلاس القسم, وعندنا دي ماتيير مات أرا فرونسي سيونس انفورماتيك, وعندنا النقطة لا نوت لي هما هادو, وعندنا لي كويفيسيون هما المعاملات, وعندنا النقطة في الكويفيسيون يعني النقطة في المعامل. من بعد عندنا التوتال المجموع ديال لي كويفيسيون يعني المعاملات, وعندنا المجموع ديال النقطة في المعاملات. من بعد عندنا لا مويان جينيرال هي المعدل العام. سؤال اول دوني, نمشيو سؤال اول دوني لا ديفينيسيون دون فورمول. شنو هي فورمول في الاكسل؟ كاين عطيو التعريف ديالها. من بعد اون فا كومبليتي لو تابلو سي دي سي اون اوتيليزون لي فورمول دون مايكروسوفت اكسل. نوتي بيان لي فورمول سون كالكول. يعني غنحاولو نكملو هاد التابلو بلي فورمول, يعني الطريقه ديال الحساب. اوكي, اما لي فورمول ولا لي فونكسيون. يعني عندنا هنا بزاف ديال لي كاس. خاصنا لا فورمول الاولى اللي غنحسبوا بها النقطه في المعامل, عندنا لا فورمول الثانيه اللي غنحسبوا فيها كذلك ديال النقطه ديال الاغاب النقطه في المعامل, خاصنا فرونسي كذلك لا فورمول ديال النقطه في المعامل, سيونس كذلك النقطه في المعامل, ولا انفورماتيك النقطه في المعامل. من بعد غنحسبوا التوتال يعني لي كوفيسيون نجمعهم كاملين, وبالنسبه للتوتال كذلك نقطه في الكوفيسيون
الكوفيسيون وعملت نقطة في الكوفيسيون نجمعهم كاملين من بعد نحسبوا المعدل العام. يعني هنايا ماشي كي من الحساب حيت الاكسير هو اللي كيحسب، هنا نعطيو الطريقة لا فورمول يعني بالنسبة لكل مربع كيفاش غنحسب النقطة في المعامل او المجموع او المعدل العام. يعني نعطيو الطريقة نعطيو لا فورمول، اما بلا فورمول ولا بلي فونكسيون. هذا هو الامتحان، فكروا فيه بعد، خليكم تصحيح وشكرا وإلى اللقاء.